لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. خالق عالم دو قران كريم دو سوره الصاد دا آيتا چلو سيو چارا دا وها امرت كه ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسي جسدا ثم اناب. رب عالم ذي محقق ما امتحان كريه سليمان ما چوا كريه والقينا على كرسي ما آبت يسر كرسي وي يعني آبت يا پيشاوي آبت يا پيشاوي جسدا جسدك بيروح عندي كا او بيجا جسد بيروح برا او شيطانه كو وين ان يسري حضرت سليمان ويا قد بيركاوي كو دو شكريه ني انسانه كي بيا كا او جسد شبيا او يقلك معنا ليخه ما ببي جسدي وي امتحان كريه ثم انا ب دبيضا حضرت سليمان توبه كريه ورجوع كريه ببالنا بلى لم يزنوا خیر آقا به بلکی تلرینی به ده ها باش ترجمه را تفصیل بکن یعنی مقصدش آویتنا جسد را سر کرسی چیه؟ اب چه واجه را دبه فتنه؟ اب چه واجه را دبه امتحان؟ عینا اوی ببین شد دریج دریج سری دریج تفصیل دنجی میکنی رفتیه بقدر ایکو ام کاربن امی سری خبردن ایشالله قیل فتن سلیمان و بعد ما ملک 20 سنه حس سليمان بيشتي 20 سالي يعني ملكية تاوي ملوك تياوي بيغمبري تياوي كو مال وملك سروت مزنا تياوي درباس بو بيشتي 20 سالي ربي عالمي وامتحان كن وملك بعد الفتنة 20 سنة بيشتي امتحانه 20 سالي بل امتحانه 20 سالي بيشتي امتحانه 20 سالي وكان من فتنته ايش شوي امتحانه ويأبو انه ولد له ابن جرى صبيك ولده فقالت الشياطين إن عاش لم ننفك من السخرة أجر فيا مظن ببا أم ج يعني حتى دبين بلكي ج بلقيس أو صبي بيها أو صبي ج بلقيس ج هنك دبين كوش بلقيس بيها شنكي حتى دبعصة بلقيس درباس بو بلكي تبي رسلين ملا ويسي دبين بلقيس بخشي نظام دياوي نظام او على قوام بالجنارة هبية على قوام بالجنارة هبية يعني بيوي جنبية يعني بيوي تشوابية ها؟ دياوي دياوي جنبية ها ديا بلقيس جنبية بابي وي بيكا جنرة زوجية بلقيس جيشة بيه إيجا كدبين صبيكي حدث سليمان كدبي تيوقتا كويب سل شندا درباس فيبه هل يحكي سل ناوشي جامعه درباس و ایجاد مشترکی که چه مچپی رو بلند کرد یعنی او دفی مچپی خود داده ایجاد دیدن که پر به پرسه ایجاد تین میلاد شد پرسه وی نه نه دوین اون کی امین سریمی برای حس سلیمان به آبرده برای حس سلیمان به آبرده صبی جه چه نبن کو صبی جه چه ببن ابیا به سر ما او کج دزانه سر ما جناج زانه اندی تو حیات کج مرا نامینه شاید سلیمان رضی ویا به پرچه ویا به پرچه تو نینی ایجا پاشه که پیو بلند که دنیر نپرچه جی اوی او که وانج که باوی وی به هوانا وانج چه ایجا سبی که چه دبه او سبی جد بین اویای ایجا شیطان دبه والله اویا کب الحیات بمینه اویا بجی تو افلاح آمتنه ام نواکی بکن اویا هنن اوی بیا لم ننفك من السخرة أم ج كولتي ج سخرتي تيا كده سخرية سخرة يعني سلك يد خدمتا يعني ده مسخر بونا ويدا من أمي يعني شو أنا حس سليمان مثلا جنا كده بني سخرتي أخو ده بين أو هرجي أو بي كري ويجا ما تيجا بني سخرتي أخو أم بني سخرتي أخو نافذة ها فسبيلنا إيش بفرع فسبيلنا أن نقتله أو نخبله يا أمي بكوجن يا جي أم عقلي وتشلخ بكن أم ودين بكن يعني فعلم ذلك أبي فعمكن فكان يخ حس سليمان يعني فكان يخزوه في السحابة دنبع أورادا وقدام بدات ضايكة فما راعه إلا أن ألقي على كرسي ميتا يعني وصا جيرا وصا أو جنبه وصا نترسيا يعني مثلا فرق نكت
وقع في روعه يعني في قلبي اي يعني ما شعر به فرق نكر الا قدي واي جسدك والبشوية بل ميتا فتنبه على خطئه أبحث سليمان إذا أو جسد يعني يوي كركيا إيه وصا بني أبي هي ببي هي شن معنى دي جبلي ليه يك ليه يك تمام على كرسيه على كرسيه ميتا ميتا عينه سا فتنبه على كرسيه ميتا نخلي زلمة إيه تمام فتنبه على كرسيه فما راعه يعني نكت قلبي وصاب فرق نكر البيضة وعنب إلا هما كت قلبي أن ألقي بردا بلا أطابتن على كرسي شر كرسي ميتا مري ولا رقاطة فتنبه يعني جسد ولا رقاطة فتنبه على خطئه عندي خطائق الفرق كل كتشية في أن لم يتوكل فيه على ربه توكلا خندا يا سر ربي قل رابي يا ويبريا نبع عودا والبدا الخلق يا بني يعني كل حضرت سليمان عليه السلام في عنبري خدي توكلا خندا سر خدا يخو وطالع ذي مصيبت يعني سريوي سبي وخويك ويد عورادا ويقيك جبت جنة أو يميت ولا رفع ذي تسر كرسيوي طبعا انا قيلنا وانا شو بيجا فقر الدين الرازي بخوجي لي اعتراض يعني شو في غملك خدا راب بيت توكل على سر خدا فلا مصاب كيف انا قيل انا يعني قيل لو ما وجب قيل باي كشاف شي زمق شجي بقيل يعني في عنبر خدا بداهي عليه السلام وقتك احتمال دا يعني خشبير كد احتمال بيجا از احتمال دا خدم سر خدا بيشي كد دمك اي باشرين مالي أنا فاستغفر ربه وتاب عندي طلب غفر الله بناه يقول كريا وتوبك وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان لأطوفن بحديث مشهور شخن لأطوفن الليلة على 70 امرأة أبد كل على 70 امرأة باردو عفوا على 70 امرأة كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله هذا إيش هرم لبينا حفته بيلكي وهل يكي جوان اوي بهلوانكي بو الذين او دريا خدا جادك ولم يقل ان شاء الله الله كتاب الشافية لا تبي تشد بيش مثل مية جمعي جوان شيء مانا ولم يقل ان شاء الله نقول ان شاء الله فطاف عليهن فلم يحمل الا واحدة الا امرأة واحدة جاءت بي شق رجل او جي دو شكل يعني صب يعني يكب تنب حملة بيا أو جدو شكريا نبي إنسانك جي ولديا أبيك فألقى على كرسي جسدا معنى دي جي أبي والذي نفسي بيدي في غمر دومتك دبي الصون دخون بوي خدايك ونفسها من دستي ودل لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرصانا أجمعونا أقلك بوطا الصون دخون بخدا او چوا بیا او جهاد بکنه دریا خوده دا تمام بونا پهلوان بوتا لأطوفن على الليلة على 70 امرأة تمام تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله إن شاء الله بوتانا ايوه قابل ايوه فتالا اوه خيال اوه بجيبانينا اوه بشهده تشبوبا حفته بلك ايوه خده حفته كريتا طبي أبي حديث ج أبو هريرة روايات كرن أب حديث د جلك روايات دا د بخاري مسلم وان دجي هي سنة دويجي د من صحيحة أما يعني د حق ذي حديث د جلك قرقاشا مناقشة أفندم شوابي خمبلكي أو قاض بيلكي ويهمن هنك جي جارية هنك دبني أو قويدا هنك دبن دوقتي وي بيخمبلي دا د الشريعة طويدا بام بيلكا حلال بونا هنك دبن لسنة إيه في مناقشة كده شواب يعني يك هربا حفتي حبي او حفتي حبجي بحملة ببن اوقا مثلا من يوي اباوي هبية بين مناقشة حق بي حديث لب خشي هنا من هير تيوي شكرا بلين يعني على كل الحال قواتي بيغنبرة عليه السلام هر بيغنبكي قواتا ويا هر طرفي بقامي حفتي انساني ازولا
يعني كو ام يعني هفته جاري جبت پیغمبر كي رضي افر نبينا چونك هيك جار كي انسان نورمال قران لما من علم ما انا الا بشر مثلكم ما انا الا بشر مثلكم يوحى الي بشريتي دا مثلكم ما نبت بشر اللي كي نكاري مثلا مثلا تو فيا نكاري جي انسان كي اتا اسرا جي انسان كي غير مسلمان را تو رابي بي حديث بسري وي برزعمتها اشترى في جماعة عندي اجدبين انتك تشكي تغوزم از ولا متى ما ادم مناقشة في حديثة هي برا هاي هلا فالي جيبا ليه بنرى عندي جابي من يا ايانا تشكي نقوت يا اوه حديث مجمع الزوال دا هيسمي فقي ابن حجر عسقلاني يذكرت لي نتشكي نتا لألباني بنيرن تشكال حقه في حديثة تشد بيجه مثلا لألباني معاصرة قال ألباني بنيرن تشد بيجه لفاشرهم حدثة ألباني كل حديثة صحيح صحيح كله يا خدش طرح زيبا سيدة ملا ويسي الله تمام لباطة صحيحة أدواي دبي مناقشة هي الحقي بلا أناوهم صحيح أنا صحيح ها أوقع أز دوامتكم ملي ملي ولقد فلذلك قوله تعالى شبيديا قلتنا خدش ولقد فتنا سليمان عندي جبوي ديا هاتيه قوتن ولقد فتنا سليمان يعني جبونا بي حديثة جبونا بي حديثة يعني أفجي بو معنى ديا وألقى على كرسي جسدا وهذا ونحوه ما لا بأس بي وكسي ما لا ويسي الفجاء أبيا بي حديثة وإيه بنزريوي أبيا فلذلك لنا فذلك أبي أولايا قول تعالى ولقد فتنا على السي. فتنا سليمان وهذا ونحوه مما لا بس او لام دهين كير او قد تنسخرة تنا نزولان نقطة ودهي ندى سلام الدنيا فلذلك قوله تعالى ولقد فتنا اجبوا فيايا يعني اف آيات تحقي يعني دبالاما في حديثة پیغمبر ده ناصر بيها نا سيدة مالا شوكي لمن فلذلك جبونا کو جبونا دامن شیپا بهش کام معنی که چپا خوش سیدا یکی تشتکی گو حتی او نقدینه از غلام سیدای ما استم دستته برا او خبر دادن خود بقدینه ایجاد بجا یعنی هوار جویا شکایت شینه بله کرم که من جمع بلی زالی که جبونا و زلت سلیمان علیه السلام جبونا بی قصدیا قوله تعالی ولقد فتن سلیمانه يعني اف آيات هناك مسألة وفتنة ويداية وهذا ونحوه اف قصة بشكل مما لا بأس به في الضرر في ذاتنا ضرر نادي عقيدة لبلي وأما ما مسأل نادى السلام فلذلك قوله تعالى ولقد فتنا سليمان يعني تشه يعني او قوله خبر قوله مبتدا فلذلك خبره ويا فلذلك يعني جبونكو داود سليمان عليه السلام اب قال الشمط يا جبونو بي قوسيا قوله تعالى ولقد فتنا سليمان يعني اب غوتيه لاطوفن الليلتا نوصى بلي بلي تمام يعني خش فتنا جبونو بي قوسيا تمام اجاتو سليمان ما لويس اجاتو مش كلمك لامن شوي درخة فذلك أمان تأويلاتي بمقود تمامي له قول تعالى ولقد فتنا هذا تب جفتنا سليمانة دركب يعني كوشي معنى جبانا عندي كيجا دببرا وانا معنى يمين إذا كتبانا بصدفك تبانا أواب بيجي وهذا ونحوه أبيو بنزي ويتشك حقي ويدهاتنا قوتني مما لا بأس به ضرار بيتنا شنك تزرار كي فو أوي بي تنخيصة پیغمبر كي خواده ببا ويا عقيدة كي إنسانا بسير ديان اكرا ببا نباشي عقيدة كي شكي بسا تبتنا شنك پیغمبر كي خواده يا تمام الدنيا جمشر حتى مغرب جمزام جحكي بي حبتيني حتاني أفريقيا تتبين دسين دم وهذا جاء أوي الضرر جي كذبة أبا وأما ما يروى ملي أريد أي ضرر يا وهذا ونحو ما لا ونشت أزبيش مع صنع من القوطة وهذا ونحو ما لا بأس به يعني في صحته يعني لبعض المخشري حتى برا تصورين كده صحته ويدتنا يعني دبا يعني ولا بخيلش إفادة كربا ولا بيلر تشتكي تدتنا زرارك ناسا في غمريتيا وكسنا ملويسيكو أبي أتبقى مولدك
وأما ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان فالله أعلم بصحته أو خدا شيطان بزنة يعني وقع بيجي أز مداخلة ناكم إيه طبي أو أنا بيجي شكو مثلا قلت سيركي على سليمان قواتية الزينة والشيطان شيطان قلت سيركي كريا بيجيكا أخو تشيه ستاقتي بي أوي ولا أز ولا ما يولا دقك وعبادة الوثن او پوته کی نمالا ویدا چه کرنه چرا عبادت کرنه بعد سلیمانه فالله و اعلم می ساعتی این وقت بجا خدا چه تر بزانه یعنی از نابم کفیلی وی ابیا ایجای بجا حکه وی سیدا فالله و اعلم و بساحتی اف تعبیره هنه که جبو احترازا وی قصت سانکی یا ترسیزا چونکو اف قصت هنه که به شبه یکو وره یعنی شبه جی تدتنه لورا خف کفر جه در کلمه امی گوتن فقردین رازی لسری هنه سیده از اوجی بشه انت صبر بکن لبنی کتابه کی بگو کتابه کی ترکی جی که مفتی الغیب مفتی بلگیر شاندمو لسر اقسیتی و مثلا کداو سلیمان و جنکی او کتاب آواجی هی من ندید که نسان بله حکو ان سلیمان بلغو خبرو صیدون دبي أطيع كي كان جحاس سليمان راكو جيش تيك خبر سيدون سيدون وهي مدينة في بعض الجزائر شهر كي دهنك آدادا وأن بها ملكا عظيم الشأن لا يقوى عليه لتحصنه بالبحر ملك جلك يعني وصا هاشم شهام هام أوكوي مزنا تك قوتها تك زناقجة شنك بالبحر وصا خو قلعة كريه خو مقرية بين محافظين فخرج إليه يعني بتحصني بالبحر يجيبوك خب بحري يعني محافظة كرية كتشي كتشد قال بحر درباس بك عرب ديجي كي ترى حربي بك تمام يأبي خرج هندك القرش ملتي هندك تن مغلود تمام فخرج إليه حان سليمان درتب بالبا تحمله الريح باود به حتى أناخ بها وبجنوده أناخ بها بجنوده من الجن والإنس أناخ يعني أناخ هو بها بوشاري بجنوده من الجن والإنس أسكري حس سليمان بجنو إنسانا تمام دچن لوي داري باوان داتين فقتل ملكها وأصاب بنتا لها اسمها جرادتو أبا ملوكي ويداتو كشه وقيزاوي مردك وبرا رادزي نابي وي جرادتو من احسن الناس وجها ريه وجه قالك خشك بيه وان تشتهاني او بيليه او بان قصاص شيا يعني بان مساله خب بان تشتهاني او خشك ملي سيدا واصابا معناه يعني غنيمه اولارك دقري ما معنى البولد رازي وصي ملي چمكو هي و او رازان و پايدا وري ايه دبا تمام و و و و الددك سيدا نقول عجل سيدا ما رشاك عجلة روزانة كتشكينا أسولا متما ديجا أصابة دقائك بس قال أصابة أصابة بني لكو أصابة امرأة بچه معنى تي أصابة بنتن لهو إيش مهاج إصابة ويكر يعني ويكت أسير كت سيدا دبا وصابة دبا وصابة فاستفاها لنفسي ويج نفسه خراهلتنا وأسلمه أبي مسلمان ده وأحبها وحس سليمان جي حسك وكانت لا يرقى دمعها لا يرقى دمعها حزنا قد شعبي ويستيركا ناسكنا على أبيها سبابه فأمل الشياطين فمثلوا لها صورة أبيها أمل الشياطين باردو فأمل الشياطين فأمل سليمان الشياطين أمل الشيطانات فمثلوا لها صورة أبيها يعني مثل هيكل بابه وجرى تشتكن فكستها مثل كسوته والذي هيك الجلاد كان عين وقت جلي بابه وكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها يسجدون له كعادتهن في ملكه أو عندي شبق وإبارة دشبابي بوته هاني أو مثلا قزمي زي خو زاروك خو جيرات شن سجده وقع عادته دبني ملكية بابه خدا سل شبق إبارة دشون جرا عبادت كنه فأخبر آسفو آسف جي بردف كي حس سليمانه ها بذلك وزيري يا سيدا نبين وزيري اري وزير بردف نيكا ولا جان زان قلت نقطة
اي انا وزير بي تمام من وزير وبرد يعني ابي ابي كوبي استشاره كان ابد بذلك جرى دبي والله في بيلك اوطاني او زار ياخذ شش بي بوتي راعي عبادات كنت مال قضايا تجيه فكسر الصورة وعاقب المرأة حد سليمان شوي هيكل دشكينه و بيلك جدد عذاب داني ثم خرج وحده الى فلات حد سليمان بتاني تشولكي وفرش له الرمادة وسقومي جرد كن يطاق داطينا وفرش له الرماد والرماد قليا شيطان دي قليا اقرأ فجلس عليه تائبا الى الله متضرعا رودنا لسالي توبتك زار بار بخضاضتك وكان له ام وكان له ام ولد يقال لها ام ولد يعني دي زاروك حد سليمان بيركا ويهبيا نعم يعني ام ولد جارية قصبيجي كيبيا لبي داماريا جارية قصبيجي وسيدي كيبي بأجبتي قلت ام الولد وقتك ام الولد اقنابا نايف روطان ولي سيدي بمن عزب تمام جارية قوية حرة نسيبة تمام جارية قوية ام ولد هبية نابوي امينة توبية اذا دخل للطهارة او لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها وقتكو بتشيا دزميجي يا بتشيا لبين اخو في قسير كاخو ددا في جارية قوية ام ولد وكان ملكه في خاتمه تمامي سيدا او وفرش له الرماد او حكمته وتشيش بو تش رماد جرا يعني جبوي هبو نفسه جبوي كو يعني توبتك جبي قولي كو بيرك ربي هذا مالا ويدا جبي بوتر عبادت كل يجبو نويا سلا اساس رماد خليا اغيره خسر خیلی آگر رو نشتاندن علامت بچیه آگر خاطرلنمش دیکه وشقا و اوکی خواه ازلمش دلو دیگری دوی که یه یعنیکا آوها چید به سبب جهنم منه وکان ملکو فی خاتمی تمام تدبیر و تبگر ملکیت آوی سلطانیت آوی دوی گستی که دویه تا دیه مشهور دوی از سلیمان راست و چپ گوسیر که خب بعدا دهن عفوت جنا درد کردن دوگو کابیش هم دنیای خراب کن آبا کن ها ایجا او گوسیر که وی یعنی بولی وان حکایه کد بیشم تب گوسیر که وی دا بیه فوضعه عندها یوما روژه که داتین بابا امینه ام ولد و اطاع الشیطان و صاحب البحری ام بیشن دنیس قوتلا قمتانی جنا الشیطان تی بال بیا و الذي دل سليمان على الماس حين امر ببناء بيت المقدس اب صاحب البحر اب شيطان هون او كنشان حس سليمان ده الماس الماس شليك بالماس بالماس الماس الماس شليك نشان ده حين امر ببناء بيت المقدس وقتك امر وان كليا غوتيا بيت المقدس شيكن ابي نشان ده غوتيا حدث سليمان هات امر كني ببناء بيت المقدس ها امينه سيدا او ماس و الماس هر دو جيكي معنى وياكن يعني جبروي قاسي يعني دل سليمان على الماس تمام يعني ماس و الماس يكن تمام يعني اباني چليكي كو مثلا امبيجن مطقب جي چدبا چاكو جي چدبا پنسا جي چدبا من تشبشتي بان آلت مالا چليكا دا عمل دكن شتي دا عمل ناك ایجا ویا وی چریکی نشان حد سلیمان داره دا آواکرنا بیت المقدس دا و اسمو سخر ناو وی صاحب البحری سخر بیه على صورت سلیمان بسر شکل حد سلیمان جاعت و اطا الشیطان و على صورت سلیمان تی باوی ام ولده خود که شکل حد سلیمان فقال یا امینتو خاتمی و سرگو مبدن فتختم بی و جلس على کرسی سلیمان نکه دستی خود سر کرسی حد سلیمان رو دنه وعكفت عليه الطير والجن والانس طممت الدروي قوم دبن وغير سليمان عن هيئته حس سليمان شكله او طرز ويدخينه فاتى امينته لطلب الخاتم حس سليمان تيبا امينه دبيكا بوسيتكم اجاب لنا حس سليمان اي برا سيدا وغيرا او غيرا او سليمان دقيش دكي يانش بركو قستيلك نب سليمان رايا بتنبينا قستيلك سليمان مغير بيه
ولا وغير من مجهولة وغير سليمان عن هيتي حال سليمان دجهرة الشكل يخد دجهرة فأتى أمينة فأتى أمينة كلمة جرجال كنت فضلت شهية يعني أو قشيري ملكيتاوية قوة ملكية وقت أقول قشير كهرة اعتبارك كشكي ويناظناك اعتبارك جرى نامينة يكون نامينة حالينا مغير دبا يعني أو هيساوي حشمتاوي أو فلاني ورنجي أو خزمتاوي فلاني بيطلق شان مالا أزرع شو حكاية يا أنا يعني حكاية كي أوقع فرد قاينة قوي صاغلة منينا مالا فأتى أمينة لطلب الخاتم فأنكرته وطردته ويعني بيت نازلاكم ركي وبردك فعرف أن الخطيئة قد أدركته ويفهم كي حسن الإيمان فهم كي والله أخطاء أذك من كرياء لما أبي خطأي من قفاض يسيرك شما تستنري بأمرية خدر يلا سيدا عرفية فعرفية عرفية فعرف ما عرفية فعرف أن الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف وصدس يخبتك شبا برمالا يعني سيدارا ويتنبو دس يخبتك فإذا قال أنا سليمان حسوا علي الترابة وسبوه وقت تقول سليمان تبخل يا دابة تنسلي وتشيرات كنه سمع حسوا علي الترابة وسبوه ماني سمع عمدة إلى السماكين إلى السماكين إلى السماكين ينقل لهم السمكة فيعطونه كل يوم سمكتين ده بايدا أبيض شبا معسيجيا ده شبا معسيجيا آلي وان معسيجيا وان هم تقرين هر روجي وانا ده معسيجيا دنه نانا قد خوبه الحمد لله بلن فمكس على ذلك 40 صباحا شل الشبقي أوضا ومتك عددا ما عبيد الوسن في بيته لقول جمارة و كدمالا ويدا عبادته وي بوتي هاتبو كرن عيني بجمارة وي شل شبقي وهذا ومكا فأنكر آسفو وعظماء يعني شل شبق كان شل شبق شل هو يعني فأنكر آسفو وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان يعني شل رجبانا فعم لكن هي تزفع كرن آسف و أبان جري جري بنو إسرائيلية حكم في الشيطان قبول نكرم وسأل آسف نساء سليمان جوان برسي فقلنا وانا قوتن ما يدعو امرأة منا في دمها ولا يغتسل من جنابتي قول الله أبيا أمد حيدادا من جتبامة وخش جنابتي جناشو العياذ بالله يعني تشخى قايناها في قيلة وفي أو كيف حكاية شركينة وقيلة بل نفذ حكمه في كل شيء إلا فيهن أما قيله قوتيه حكمه بدهاتش ده منفذ بيه يانس بيهك سليمان دانا ثم طار الشيطان الشيطان دفره وقذف الخاتم في البحر وقسيرك دامه دنزي وقذف الخاتم في البحر وقذف الخاتم في البحر وابتلعه السمكة مع سيكي دبرعينة ووقعت السمكة في يد سليمان فبقر بطنه فإذا هو بالخاتم مسكي بالقلاش أنا نبى مسيرك ده فتختم به ووقع ساجدا مسيرك كا دس يقوه تشس سجدش خضرة ورجع إليه ملكه وملكي ملكه ورجع إليه ملكه بني وملكي وتب دفت له بسبب وجاب صخرة لصخرين فجعله فيها وجاب يعني وصل كولا صخرة كبركي لصخرين جبونا في جنيرة فجعله فيها ويتكزك بي كبري وسد عليه بأخرى وبكبر كدجي وي قفطك ثم أو ساقهما بالحديد دو بايدا رضبه باني هاني إجا قرر ده هادو كبر بالدمر قرر ده والرصاصي وبرصاصي وقذفه في البحر ويدامجه دمسي وقيل لما يعني دفردا شيدا حقيقة هنكي ديجي دها زيدا صبي يا جوان شي وين ونا بيون صبي انا او ها فلان قوم فلان ملت او انا كتابة تركيا ده هنا يا تفر انا زولان ولا حكايه والله
قومك رابع تيك وايت بابا هنا درجه بردن انا وجنان جبونا قومك قومك بخوزا كين بخينه رادبه تنزلي خودك تنزلي خودك كو حاشا دست زمان درجهي با ناموسا پیغمبر امك چقا چكينه قومك بني قومك كيد ببرا بفرقتنا دير على جوان برزا ليش مدين جوهري برزا مدرسي اگر كنت تشكي لغوتني خلامي خو غوداري كي ند بيا تنيدا دهن كي تشتري دا جو بلي ازمون مثلا هنك انسان جبونا مذهبي خو جبونا فكرة خو جبونا دعوة خو گرکرس پیغمبرا يا صحابيا يا انسان مزن دابن پاتراق جبونا چپکن جبونا وي دعوة خوب جيبكن اي ابانا پرت شرکين تشتنا كيد ببراب و او يا ناي قبول کرن او يا تشتكي شاش بلي اصلا خده مجوان محافظة بكن وقيل لما افتتن كان يسقط الخاتم في يده وقت اي خاتم فتنة كرن اندي قسيرك دسي يدا نسكيني يعني وقا تدين جانا مف زعيف دبا قسيرك مف دسي مدد كبا ها لا يتماسك فيها كيف معناتك بنا فعلك كيف ما تقولين وقيل لما افتتن ها وقت هذا فتنة كرن يا لما افتتن الله يا افتتن تمام هذا فتنة كرن كان يسقط الخاتم في يدي قسريك جدا سيودات كت لا يتماسك فيها دد نتسكن لسيودات فقال له آسفا إنك لمفتون بذنبك والخاتم لا يقر في يدك والله تتي امتحان كرن لو ما كنت قسريك دست تدا ناسكنا فتب إلى الله عز وجل توبك قبل خدا بخ ولقد أبى العلماء المتقنون قبوله أبيا بخجي عالم متقن عالمك يعني آلي يقيننا أبي قبول كرنا بيتشتي قبولنا قد يكشو إجا يعني أي قبول ما يروى وقالوا هذا من أباطل اليهودي مني؟ أبانتش باطل يهودي أنا وقال ابن حسن هذه القصة أنا آخر يا ذكر محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه ولا عمر إنها قريبة مما رواه عن أئمة البخاري ومسلم والترمذي أو أو إن آمل إجال بني كأتشكي ولن أتشكي ولن ج فقدين راضين قد كان ثم قال وأشهر الأقاويل أن الجسد الذي ألقي على كرسي هو الصخر الجنية أب أن مشهور أوى كو أب جسد كواتي أبدا سر كرسي عن سليمان أو صخر الجنية يعني خدا وی کشتی آبت سر جسدی بی آبت سر کسی بی قال الامام هذا باطل من وجوهی یعنی به حکایه که در باس بو جه چند شکلا با باطله ان الشیطان لو قدر على ان يتشبه بسورة الانبیاء لازم عدم الوسوق بشيء من الشرائع و اگر شیطان کار به فکر سورة پیغمبرا او شقی گره باوریه ما ببان شریعتا ببان قانونی پیغمبر جمعاتین گره تشکی نه و ثانیا انه لو قدر أن يعامل النبي بهذا المعاملة فخير وأولى يعني أجر بيغمبر كارب من معاملة يعني حقي بيغمبر ده بيا ويا بجر كشكي زرية طاقة أمين مين ما ملي أبي يك والثالث كيف يليق بحكمة لا أن يسلط الشيطان على خشيان نسائه أن يسلط الشيطان في يعني أبي يك شو حكمتك خداية على رابع الشيطان مسلط سب بيرك بيغمبر أبك العياذ بالله هذا فرية ليس فيها مرية أبي يك فرك بشبه ورابع كيف يزن نبي الله على عبادة الصنم شو هاي بيغمبر خدا إذن عبادة بوتا بدت مالا ويدا ولا عبادة كرن وخامس أبان تب فقردين رازد بها أن تفسير إلقاء الجسد على الكرسي بالولد لنفسه لمرض شديد ألقاه الله دبك خداية على أوي صبي يعني نخشينك جيران آفت بسري ببقى جسد ها إجا عرد بجنا أو ابتلاه بتسليط خوف أو توقع بلاء يا ترسكي يا بلاكي خدا ضاب سبي صبي فصار لذلك كالجسد الضعيف الملقى على الكرسي أولى من تفسير بتسليط عفريت ماردنا ام بمجن ايجا كو عفروتكي مصالتي سر حضر سليمان بيه ابيات شيترك ام نخشينكي كتية سر صبيه بيه
لأن العرب تقول في الضعيف الزمني أنه لحم على وضم وجسد بلا روح. ورح أصل ورح أصل يعني أم زيادة درجة لكن أفنتش لأني جبني كوكا وانتنا بلين أم درباص دبن تشتكي كوني إلى وابكن هبا بيجن ملن أم هاتم وقالوا مني أبان علماء المتقين والشياطين نو نو أريوي أظنهم وقالوا هذا من أباطل اليهودي والشيطان والشياطين لا يتمكن لا يتمكنون من مثل هذه الأطاعي وقالوا هذا من أباطل اليهودي ما يقوى أظنهم ما يقوى تدي والشياطين تدقون دي وقالوا هذا من أباطل اليهودي والشياطين لا يتمكنون من مثل هذا الأفاعي لا يتمكنون إمكان وان خدا يعني إمكان نادا وان قراب وان وان إشاب فهمبرا إجراءات بكر بلي وتسليط الله فهمبرا بإمكان نادا شيء نابا وتسليط الله إياهم على عباده خدا شيطانا مصلت سر عباده خبك حتى يقعوا في تخيير الأحكام حتى قال من حكم أحكامه وي بيغمبري بقهيرن وعلى نساء الأنبياء وتسليط الله إياهم شي على نساء الأنبياء حتى يفجروا بهن حتى رموانا خرابي بكنا قبيعنا بيا برشركينا وأما اتخاذ التماثيلي إجاء بيش عن سليمان شما رابية وي هيكلي جبيرك أخورا تشيكي هيكلي بابي ويكو جريا هيكل جرا تشيكريا شكرنا هيكل نا شركة فيجوز أن تختلف فيه الشرائع دبكو لقول الشريعة طوان شكرنا وي هيكل نورمال به ها ألا ترى إلى قوله تعالى من محارب وتماثيل تبي مدايح سليمان كو آلة حرب و تمثال مثال يعملون له ما يشاء أواناجي من محارب وتماثل وجفان كالجواب وقدور الراسيات جناج را تشكر يا بلي آجي تفعميك و جرا تمثال آجي تشكرنا يعني دبي يعني مثل قولي شريعة وي وانشتا درست بنا ما نكو عبادت جرا وراكر بلي يعني فوت اوك جرا عبادت وراكر فوت جرا عبادت نكرا ويدر وكا دارك الو يدري بلي واما السجود بالشك ما جبل الرابع او بك او جبل قلت له جبل الرابع ليس الدوام ما قاعدين عندك ما يظن واما السجود للسوره ها اجا سجدا ج ما هيكلك يرى مر هر سجده ها شو اتشد فلا يظن بنبي الله ان ياذن فيه اصلا ناي تخمين كرنجي كو بيغمبرك خدا اذن بيابد واذا كان بغير علمي هيا وجه تنبا مثلا كوباي دمارا ويدا بناتشن او جيرا سجدن فلا عليه يعني فلا ذنب عليه او قلنا سينا يا حصابي وقت بي حسيه ويشكون ديو وانجي معك اليوم وقوله والقى والقينا على كرسي جسدا كما قو والقينا على كرسي جسدا ما قو اوفيت اوفيت سر كرسي وجسدك ناب عن إفادة معنى إنابة الشيطان منابه نبوا ظاهرا بل أبي أدري شيء أجي فهم لك وألقينا على كرسي جسد تمام ما جسد أبي سر كرسي تمام أبي ناب بعيد عن إقامة معنى إنابة الشيطان منابه الشيطان كتب دوسة سليمان بدي والخين على كرسي ما هو سر كرسي سليمان جسد إذا كرسي سليمان جسد خطر أبي تسري أليا شو الشيطان كتنا كت دوسا سليمان كو كنا دوسا سليمان بحكم كنا وفلان كنا أليا بجوي أو كلا إنابة ترى إنجلا ها يعني كو ما بين يعني أو حكاية الشيطان رابيا كرسي كيس والخين على كرسي سر كرسي سليمان يبقى الشيطان إشغال كربه وسليمان جيد كتبه إذا مثلا إلقاء السري أبيض يعني وألقينا على كرسي لدي إفادة كنو أو مثلا الشيطان كو تشيس الكرسي بي تشكي وسطنا كو قوتنا دولا ناب بعيد عن إفادة معنى إنابة الشيطان ملابه
شيطان نابيد كتب دون سليمان وسليمان هاتر تذكرين ويجا قدير بيو الخينا على كرسي ما هو سر كرسي في جسد يعني سر كرسي سليمان بيجا شيطان ويدرس نبوان ظاهرا يعني نبوان ظاهرا يعني بعدا ظاهرا وابيا دورة اجبين معنا هاني بلا بس از غنام حيا ابنان اصابكم الله خيرا كثيرا تشتكي كوني الى وابكن لسري هيا إجا دبردا مثلا من تفسير الأساس في تفسير و أبا أوجي جي أوكي جي في زلال وان جي نقلت كه يعني هم دي مسألة حز داود دا هم دي مسألة حز تي سليمان دا يعني تشتكو مرب درس و عبرت أولارك جي بس دينا دبردا يعني إنسان إدارجي إنسان يونتجي دنابا مسلمان دا لازمه فر دقاطي بن لبر أمر خدا كو رب عالمي وان بوي مقامي دبي امتحان بك بوي مقامي خدا وان امتحان بك يانشيك وانا بچوك داهي رب عالمي ناي او كرن خدا تعالى عفوناك يعني يعني مرج فيا درس بسينا يعني جمرا بكو أمج فيا درس بسينا كو مثلا أم بجد شم أم إنسانك إدارجي مسلمان دا يا دشتك اواب بيك ماني بخطاك بشوك داهي اواني كن مزني انسانا كنت على شوان حس كرنا وان كريا پیغمبر اخو خطاك بشوك تشتك بشوك دا والله اكي ساتي نسالي وان انسان جليا قرد بس بسينا بانبياء قديدا نكا هلا كن مريك درجي بك انا ما تعدين ظلم الخلقين نكا سمارك دا يخده في انتقام جهنمي رجمال